الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والعاقبة للمتقين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ففي هذه الليلة، ليلة الأحد، ليلة الرابع والعشرين من جمادة الأولى لعام 41 و400 ألف، الموافق ليلة 19 من الشهر الأول لعام 2020، أسجل كلمة بعنوان أعظم ما يعاقب الله به عبدا أن يسلبه دينه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: احفظ الله يحفظك، والجزاء من جنس العمل، فمن حفظ الله عز في حدوده جازاه الله عز وجل بأنواع من الحفظ، أعظمها أن يحفظ الله جل وعلا للعبد دينه فيثبته على دينه حتى يلقاه وهو راض عنه. ومن أشد العقوبات أن يسلبه الله عز وجل دينه. وهذه الكلمة مناسبتها أن وسيم يوسف أخذ يتكلم بأشياء كثيرة يعتدي بها على دين الله سبحانه وتعالى، على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، على أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى كثر ضلاله. فكان في من قال فيما قال عن حديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كلام قذر، كلام الرسول صلى الله عليه وسلم قذر، وهذا سأرجعه في حلقة خاصة إن شاء الله تعالى. يقول عن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كلام قذر. قبل سنتين تقريبا، في واحد شاب إيراني الجنسية مقيم في الإمارات، اسمه فردين قدرت، اجعل نفسه كأنه إماراتي ويلبس لبس إماراتي ويتكلم كلام إماراتي ويتهجم على كثير من الناس، حتى جاء الدور علي وتهجم علي وسبني ولعنني. شوف، انا ما بغلط عليك، الحشيمه مو بلك، الحشيمه اللي حياتك اللي واصله للانسان، ولكن لا تتكلم كلام اكبر عنك وما انت بقدر، انا اسحبك من مكانك ولحياتك هذه النتفه شعره ورا شعره. اذا مجالك مو بعيب انك كداعيه حول على الفاشينستات، على الطبخ، لكن خلي الامور هذه اللي ما انت بقدها للي قدها، لا تتكلم كلام انت مو فاهمنه. شو قاعد تبربر انت؟ شو تقول؟ ثار هذا ثار دم، غدروا في عيالنا، رايح منهم شهادة، وياي تقول يألف الله بين القلوب والكفار تصالح والتعن، انت ويا الكفار روح تصالح كيف ما تبغى، لكن ثارنا ما بنسكت عنه وثارنا مردود. تقول ما يجوز ان نغلط على حكام قطر، الله يلعنك انت وحكام قطر فوقك. فعفوت عنه، راسلته برسالة: يا ابني عيب هالكلام، انا اكبر منك. هم لقب نفسه رحال الامارات وابو زايد، طبعا اسم زايد اسم ثقيل في الامارات وله وزنه، ويحق لهم أن يعتزوا بهذا الاسم لأنه اسم زايد رحمه الله تعالى الذي الكل يعرفه. فهذا مسمي نفسه أبو زايد ورحال الإمارات ويشتم ويلعن. فوسيم يوسف وضع هذا المقطع لفريد قدرت وأرسله على حسابه وهو يلعنني ويسبني. أنا قلت رحمة بهذا الشخص، تركته لله عز وجل، أرسلت نصيحة بأدب: يا ابني عيب، أنا أكبر منك، ما في داعي اللعن، لعن المؤمن كقتله. إلا أنه تمادى، أخرج مقطع آخر: أنا الطفل حيتك أفعت على أعلمك، تبادى كثيرا. فبعض الأخوة اقتروا علينا نشتكي عليه، ومحامي بيض الله وجهه تبرع لي بالمجان أن وعافى عني، فوافقت على ذلك بعدما استخرت الله عز وجل واستشرت. فاكتشفنا أن هذا الشخص إيراني الجنسية، جوازه مستخرج من شيراز، وشيراز بلد رافضة. فأخذ يتصل فيني ويسألني بالله ويسترحمني: ورحم الله والديك، وانظر لي بعين العطف. استرحمني فرحمته، هذا الأصل في المسلم، يعني الشيطان استرحم أبا هريرة فرحمه أبو هريرة، كيف هذا يقول لي هالكلام؟ وأنا ما عندي إلا أخ صغير، وأبوي توفاه الله، وأمي مريضة، وفيها يعني شيء برسائل مسجلة عندي. ارتأيت أني أسامحه، فعفوت عنه،
انه قال انا بدون وجنسية ايراني وضعي كذا وثلاثين سنة اتأمل اني اخذ جنسية عفوت عنه. بعد ما عفونا عنه وصارت الاجراءات بعد ذلك رجع يسجل مقاطع بعد ما اعطاني عهد وميثاق انه لن يعود الى تسجيل مقاطع ويتهكم بالناس ويتكلم. والا به يتكلم على الكويت ويهزئ بالكويت واهل الكويت وكلكم نفرين وفعلتكم تركتكم. انت شو صفر على الشمال. فانا راسلت برسائل صوتية يا فردين شو اتفقنا عليه؟ هو قال لي انا راح اصير من طلابك وانا انت حسبة ابوي وسامحني ونظر لي نظر يعني عين الرحمة. بعد ما عفوت عنه اخذ يتكلم عن الكويت حتى انا كنت فيما قلت له يعني ما في حد يرضى تتهجم على ولاة امره وعلى بلده وعلى اهله. حتى قلت له يعني حتى اذا انتم عيال زايد احنا بعد عيال جابر ترى ما احنا ناقصين. وقلت له ترى اشتكي عليك في السفارة الإماراتية في الكويت وعيال زايد يعرفون الكويت وحبهم الكويت ولا يرضون واحد مثلك ويعرف جنسيتك يعني هو إيراني الإمارات عامل نفسه إماراتي ويتهجم على الكويت مستحيل أن عيال زايد يرضون بهذا الفعل. هذا أرسلت عدة رسائل صوتية. تفاجأت الآن وسيم تتصدر رحيق الإيمان وإلا به يعبث بهذا المقطع متعاون فردين جودت فردين قدرت مع وسيم يوسف ويوهم الناس أن هذه الرسالة الصوتية اللي أنا كلمة كلمة يعني أبلي لابن اتفقنا عليه امسح المقاطع هذه فاهم ولا مفاهم. وإلا به يقطع ويعبث بالتدليس المنظم ويقول إيش يوهم الناس ان هذه الرساله ارسلتها لوسيم واقول له اعرف جنسيتك ترى كذا. سبحان الله الى هذه الدرجه وصل وسيم مع اني انا لا عمري راسلت وسيم ولا اعرف رقمه ولا رساله صوتي ولا هم يحزنون. الان يتفق هذان الاثنان قدره الايراني مع وسيم ويهددوني ان عندنا تسجيلات راح نخرجها. يا وسيم لو كنت اخاف انا من التهديدات والله ما تصدرت للردود. أنا حاسب حساب اللي يهدد واللي يشتكي قضايا عليه في المحاكم مع الإخوان المسلمين مع غيرهم صوفية رافضة ما أبالي في هذا تهديدك هذا. فايش يقول؟ طبعا جاني يمكن من 10 أشخاص تغريدة لوسيم يقول أخبره سالم الطويل عندي من التسجيلات الصوتية السيئة والمحادثات ما تثير الناس ضده. أي الصوتيات اللي أرسلتها لقدرة فردين قدرة أنا ما أعرف رقم وسيم ولا عمره أرسلته ويعبثون بها حتى يعني يشوهون سمعتي. أنا ما نسأل عنك أخبره أن يلتزم الأدب وأي فيديو قادم يهددني لا أبشرك أنا بسجل 6 الآن تهديدك هذا بسجل 6 هذا الأول 6 أي يقول يا أخي رجل يقول عن كلام النبي صلى الله عليه وسلم قذر أتظنون هذا سينصره الله عز وجل والذي نفسي بيده والذي نفسي بيده أن الله عز وجل لا ينصر إلا الحق ولا ينصر إلا الصدق. تقول عن كلام النبي صلى الله عليه وسلم قذر وتستهزئ برسول الله صلى الله عليه وسلم تقول عرق النبي عليه الصلاة والسلام مش عارف إيه هيا سينصرك الله؟ لا سأقف لك بإذن الله 6 مقاطع جايتك بإذن الله تعالى. يقول أخبروني يلتزم الأدب ما تلتزمت أنت مع النبي عليه الصلاة والسلام وأي فيديو غادم يسيء لأي شخص على أرض أي شخص على أرض الإمارات يعني انت بصفتك ايش انت يعني رجل امن انت ولا وزير الداخليه يعني ليش انت قائم بدور اي واحد يسيء حق واحد بالامارات انت راح تتصدى له بصفتك ايش انت معطي نفسك اكبر من قدرك. وكل هذا يقصد ايش اني لو عدت ورفعت قضايا على قدره فردين قدره هذا يقول ايش اي لانه هو تورط الان ورطه في المره الاولى يلعن وحطه في حسابه وارسل لي رفعت له قضيه اخذ يبكي بكاء كانه بنت صغيره يترجع وعندي الصوتيات يبكي بكاء يقطع القلب وامي مريض يعني شيء استرحمي فرحمته. ولا انا يهددني اذا رفعت قضيه على فردين قدره يقول على اي واحد ارض سانشر ما يتمنى الموت بسببه الموت بسببه سانشر ما يتمنى الموت بسببه. ايش دعوه احترم نفسك واعرف قدرك وامثالك
ليس لها إلا هذا الأسلوب ونصيحة لا تختبر صبري. شوف التهديد يا سالم الطيوي ولا تتحدى. ويقول لك يا وسيم أنا لو بحسب حسابك وحساب غيرك ما تكلمت، لكن والله الذي لا إله إلا هو سأقف لك ولغيرك ما استطعت لذلك سبيلا. تبهت؟ انشر 66 ست مقاطع ستبدأ بهذا المقطع الأول. ما حفظت دين الله عز وجل حتى يكافئك الله ويحفظ لك دينك، أخذت تتكلم بكلام سيء. مسألة، وسيم يوسف سئل عن حكم من يسب الله عز وجل، هذا بالإجماع من سب الله عز وجل فقد كفر. إذا من استهزأ بسنة النبي صلى الله عليه وسلم بأصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم أنزل الله فيه قرآنا، قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. وكل عاقل حتى عامي حتى صغير كبير عربي أعجمي يفهم أن السب المباشر أشد من الاستهزاء بالإجماع هذا. وإلا بوسيم يسأل ويرجع إلى المقطع في حكم من يشتم الله عز وجل، ما نتقول ولا نقطع نفعل مقاطعك اللي انت تنشرها. يقول الذي سب الله عز وجل لا أقول إنه عاصي ولا أقول إنه كافر، حتى مش عاصي وسيم، اللي يسبك رافع له قضايا 29-1 رافع له قضايا عشان خلط عليك في 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 تغريدة، واللي يسب الله عز وجل حتى عاصي مش راضي تقول عنه عاصي. والعجيب أنه نزل حط وضع يده على 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 جبهته وقال أنا لا أقول عاصي ولا أقول كافر، شفيك ارفع راسك. ليكون أحد أقربائك يسب الله عز وجل مستحي، ارفع راسك. الذي يسب الله عز وجل كافر شئت ما بيت، يقاد إلى السجن من سب المليك، وإن سب الإله فالناس أحراره. كيف لا أقول عاصي وتريد أن تنتصر؟ ما تنتصر بإذن الله. تقول عن كلام النبي صلى الله عليه وسلم قذر، تقطع وتلعب تظن أن ينصرك الله عز وجل. ما حفظ دين الله حتى يحفظ الله دينك. وقفت على تغريدة، تغريدة اسمعوا يا مسلمون حتى تعرفوا أن هذا الرجل فيما يبدو لنا والعلم عند الله لم يحفظ الله، فما حفظ الله دينه. غرد بتغريدة في عام في 1/1/12 ذاك الزمان، ايش يقول؟ هو يقول ما اعرف عن صحة نقله، لكن هو ينقل 1/1/12 نحن الان كم الان؟ فنحن ايش؟ 20/2000. ايش يقول ذاك الوقت؟ يقول قال الامام مالك اذا رايتم الرجل يرد احاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فردوا حديثه فلا كرامة. والآن ماذا تفعل أنت؟ الآن ماذا تفعل بالأحاديث؟ لك مقطع إيش تقول فيه؟ له مقطع لوسيم مقطع إيش يقول فيه؟ يقول سابقا كنت أخاف أرد الأحاديث، الآن لا، الآن عقل عندي. ويتكلم يقول ماذا؟ بعلم، تكلم بعلم، يتحدى. ودائما الذي يتصل عليه دائما خارج الإمارات، احترق الرجل كرته في الإمارات، لا تكاد تجد إماراتيا أو إماراتية يتصل على أحد من الإمارات، كله من المغرب من مدوين من السودان، وكله مقدمات حبك في الله وتزخر على برنامجك، ويوم اتصل عليه نصراني، ويوم اتصل عليه رافضي، ويوم اتصل عليه واحد تزوج إباضي ولمع، والنصراني تلطف معاه وأخونا ونحبك وتبارك لهم. والمسلمون بل أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم تستهزئ بها ولو كانت في الصحيحين، ثم تأتي إلى كلام النبي صلى الله عليه وسلم وأنه عليه الصلاة والسلام نهى عن الوصال، ولا أتيت بهذه الجزئية التي تبين معنى الحديث. قطعت قطعا، عاملك الله بما تستحق. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم ينهى عن الوصال، تصوم 2-3 أيام ما تفطر لا تفعلوا ذلك، وهو يصوم 2-3 بدون أن يفطر. فقال يا رسول الله إنك تواصل
تنهانا وتواصل. فقال لست كهيئتكم أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني. حديث صحيح تكلم في العلماء ووجهوا فيه، بعضهم قال يأتيه الطعام من الجنة، فقال لا، لو كان يأتيه طعام من الجنة إذن لماذا يواصل؟ رجحوا أنه ماذا؟ أنه يبيت عند ربي يشتغل بطاعة الله عز وجل، فينشغل بذلك عن الطعام والشراب، فيغنيه عن الطعام والشراب. وقيل نقول الحديث كما صح وثبت، ما أحد وقال ما يلزم عقلي. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يربط حجرا على بطنه، وهذا حديث صحيح وصريح، نهى عن الوصال وهو يوصل، خاص أحكام فيه عليه الصلاة والسلام. ما تعلم يا وسيم أن للرسول صلى الله عليه وسلم أحكاما خاصة به، ينهى عن وصل الصيام وهو يصوم. كان قيام الليل عليه واجب، ليس مستحبا في حقه صلاة ربي وسلامه عليه. عليهم الأحكام ما ليس على غيره، أباح الله له أن يجمع بين 9 نسوة، ما أباح لغيره. تسمى خصائص النبي عليه الصلاة والسلام. يرجع إلى كلام العلماء، اسمع ماذا قالوا، اقرأ للشراح، خلاص عقلي ما يقبل. تستهزئ برسول الله صلى الله عليه وسلم بحديثه، وتريد أن تنتصر على خصمك؟ كلا والذي لا إله إلا هو. التزوير، تقطيع الأصوات، لا أعرف رقمك ولا عمري راسلتك، لكن تتآمر مع قدرة، سمي نفسه أبو زايد وحسبالك ستنتصر، وتهددني بصفتك إيش أنت؟ سأقف مع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم نصرة لدين الله عز وجل، والله أرجو أن يظهرني عليك ولن أتوقف. 6 حلقات هذه الأولى. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.